الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان.
والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالسَّمَاءَ والأرض وضعها للأنام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولو
لله تكبير لله تكبير. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والحبة العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ربكما تكذبان خلق رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم ولي دين قل ما عبدتم وما أنتم
كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس الله أكبر لله تكبير لله تكبير ملك الناس إله قل أعوذ برب النيس ملك النيس إله النيس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.